الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب: يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر. المراد غير محارمها، أما محارمها فينظرون. الرجال فقط يغضون، أما النساء ينظرن، وذلك لإظهار شرفها رضي الله عنها، فهي أفضل امرأة من هذه الأمة، وهي صديقة، هي أفضل من خديجة. وترتيب النساء في الفضل: مريم، ثم فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية، ثم عائشة. قال المحدث المناوي: قوله نادى مناد أي ملك من الملائكة، وقوله من وراء الحجب أي من غير أن يراه الناس، وقوله يا أهل الجمع أي يا أهل الموقف، وقوله غضوا أبصاركم أي نكسوها، وقوله حتى تمر أي حتى تذهب وتجوز إلى الجنة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وأمدنا بأمداد نبيك وحبيبك محمد وبأمداد أهل بيته الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا من يكون شفيعي عند خالقه، يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساعة الحشر إن وفى إني إليك بأبناء لك انتسب، مستشفع فلعلي منك أقترب، سادتنا البر من أبناء للزهراء ينتسب من نسل فاطمة، أنعم بفاطمة من أجل فاطمة، من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة، من أجل فاطمة، قد شرف النسب. بوركت يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء، زينب دور العين وخديجة الكبرى، والست زينب
حسن يا فاطمة الزهراء قد أتى بكتاب الله. سلامنا لرسول الله قد أتى بكتاب الله. ومن به قد أسرى الله جل من أسرى. ومن به قد أسرى الله جل من أسرى. بوركي يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حارنا البشرى. يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين حارنا البشرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. والست زينب نور العين وخديجة الكبرى. صلوا على صحب المختار رسولنا الأعظم وآله الغر الأبرار من حبهم مونا. ضيفهم يكرم. فهم الشموس هم الأقمار وضيفهم يكرم. بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهراء يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى. تحية وسلام أهل العطايا والوفا والخير والإكرام. يا أهل بيت المصطفى تحية وسلام أهل العطايا والوفا والخير والإكرام. فمديحكم فيه الشفا ما مرت الأيام. ومديحكم فيه الشفا ما مرت الأيام. من نسب غنية
لأحمد والإمام بالنسب غنية لأحمد والإمام زينب تقية طاهرة نقية زينب تقية طاهرة نقية بالنسب غنية لأحمد والإمام بالنسب غنية لأحمد والإمام فضلها مهمول إن زاد السقام.